مرور ولا عفوا قانون مرور ولا سلوك؟ ست اللواء. الحقيقة أنا من المطالبين وصاحب الدعوة إلى ضرورة التعديلات التشريعية في قانون المرور الكارثي، وبقول عليه الكارثي الذي صدر خلف خلاف، وبحدد الجهة اللي المفروض تتقدم بالتعديلات. أوكي، مين الجهة اللي تقدم التعديلات؟ أحزاب كتير قدمت مشروعات وجهات عديدة. قانون المرور من قانون فني، لازم اكون فاهم فنياته كويس قوي، هوريلك ازاي هو قانون كارثي يساعد ويحس الافراد على ارتكاب الحادث. بيقول لسائق المركبه لو سمحت ارتكب حادث، أيوه، والا مش هتبقى سائق. أيوه، وابين لك من خلال استعراض القانون المرور الكارثي. ولكن قبل ما اتكلم على قانون المرور لازم احط بعض المعطيات عشان نوصل لنتائج صحيحه. ما الداعي الى وضع قانون جديد؟ اولا بمقطوره طرف مشترك لا، اعظم وسائل النقل، حتى لو ميكروباص، لو بتتكلم على مايكروباص حتى، ولا بتكلم اسباب تزايد اعداد القتلى. ليه؟ لان في قرار كارثي برضو من وزير النقل بالسماح بالحموله الزياده المقرره، فده بيؤدي الى ارتفاع اعداد القتلى والمصابين اذا كان النقل طرف في احد الصور. دي نمره واحد. اذا لنا خصوصيه لازم اواجه النقل والنقل بمقطوره عشان انزل احصائيه تزايد اعداد القتلى والمصابين. اتنين، كل احصائياتك خاطئه عن المرور. ليه؟ لاني مش مراعين الخبراء، مش مراعين ان احنا لينا خصوصيه. قانون المرور في اي دوله بيلزم بالتامين الشامل. عشان تصرفي تعويض لو طرف في حادث لازم يبقى في محضر. صح. في مصر ما فيش قانون بيلزمني بالتامين الشامل. عفوا على مقاطعه حضرتك، بره لما بيعملوا حادثه بينزلوا يسلموا على بعض ويدوا بعض لان الاثنين الخاصين الاثنين هيصرفوا. باي باي، فرصه سعيده اني قابلتك. تمام كده. اذا ليه؟ لان قانون المرور هناك بيلزمهم بتامين شامل، فلازم يعمل محضر والا مش هيصرف التعويض. اوكي. هنا ما فيش قانون بيلزمني، وبالتالي يا اما نتفاهم على ارض الواقع يا اما اقول لك المحضر هعمل بيه ايه، يا نضرب بعض في الشارع. يبقى اذا الاحصائيات المحرره في محاضر رسميه اقل من المحاضر المفروض من الاعداد الحوادث اللي بتتم على ارض الواقع. اذا كل تعداد حوادثك حتى بما فيها الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء او المنظمه العالميه كلها خاطئه، لانها بتاخد معلوماتها من خلال المحاضر المحرره، ودي ربع الحقيقه. ايوه. اذا تحليل الحوادث، لانك بتقول قتيل الى كل كذا او في كذا الى نسبه الى تعداد الحوادث، كلها تحليلات خاطئه. حتى تكاليف الحوادث خاطئه اللي بيعلنوا عنها، لانه بيجيبها من خلال ما تتكبده شركات التامين. ده حقيقي. لكن انا لو مش مامن انا كمان بتكبد تكاليف الاصلاح. ده صح. اذا هناك جزء مهمل، يبقى تعداد الحوادث واحصائياتها كلها خاطئه. العنصر البشري تملي ناكد عليه ونقول ان العنصر البشري 90% بتسال الخبراء يقول لك 90% عنصر بشري و5% مركبه هذا الكلام خاطئ. ليه؟ لان العنصر البشري ما بيقول 90% اللي هيقوله هنا هيقوله في المانيا، هيقوله في اي دوله. تجاهل خصوصياتنا. ليه 90% جايه منين العنصر البشري؟ هي مش حقيقه. ما فيش سبب واحد لحادث طريق، انما تدخل اكتر من سبب. ازاي؟ المركبة النقل المقطورة اللي انفصلت عن القاطرة، أعلن منيب انفصلت القاطرة المقطورة ودخلت على ميكروباص واقف بناس فوق الدائري ونزلت على موقف تحت، المقطورة غلط، مفيش أمن وسلام، والناس اللي واقفة على الدائري والناس اللي واقفة غلط، والميكروباص اللي بيحمل غلط، والموقف تحت غلط. لكن النيابة العامة حينما توجه الاتهام بترتبط برابطة السببية المباشرة فتوجه للعنصر البشري فقط. امال هتوجه لمين؟ هتوجهه للمقطورة؟ لمنظومة الدولة؟ يبقى تيجي تقول لي المقطورة مالهاش سبب؟ هتوجهه لمنظومة الدولة مرورية؟ يبقى